السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تصل إلى 25 مليون الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي. أعلن مصرف الرافدين إطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي إلكترونيا، وذكر إعلام المصرف في بيان أنه تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون، وأوضح أن رفع السلفة تم عن طريق البطاقة الإلكترونية أسوة بمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية المواطنة رواتبهم على المصرف بعد أن باشر المصرف بمنحهم السلفة مسبقا. ولفت البيان إلى أن المصرف ماضي في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن، وسيكون إصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات. إلى 15 مليون دينار الرشيد يوجه بزيادة سلف الموظفين والمنتسبين المواطنة رواتبهم. وجه مصرف الرشيد بزيادة سقف سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية المواطنة رواتبهم إلى 15 مليون دينار عراقي. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن المدير العام محمد سمير عباس وجه بزيادة سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية المواطنة رواتبهم لدى المصرف إلى 15 مليون دينار عراقي بدلا من 10 ملايين دينار وبحسب حدود الراتب. ودعا المصرف بحسب البيان كافة الراغبين بالتقديم إلى اعتماد تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع البيجات والمواقع التي تدعي اعتمادها من قبل المصرف. تصل إلى 25 مليون الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي. أعلن مصرف الرافدين إطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي إلكترونيا، وذكر إعلام المصرف في بيان أنه تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون، ووضح أن رفع السلف تم عن طريق البطاقات الإلكترونية أسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من المواطنين رواتبهم على المصرف بعد أن باشر المصرف بمنحهم السلفة مسبقا. ولفت البيان إلى أن المصرف ماضي في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن، وسيكون إصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات. العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لشهر آيار الجاري. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آيار الجاري، وذكرت الوزارة في بيان أن رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم أكدت أن الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية ل 206 ألف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ إجمالي يبلغ أكثر من 35 مليار و 152 مليون دينار لشهر آيار لعام 2023. وأضاف البيان أن رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة دعت المستفيدين والمستفيدات إلى التوجه للمنافذ المعتمدة من قبل مصارف الرافدين والرشيد وآشور لإسلام رواتبهم بعد إكمال الإجراءات وتبليغهم من قبل المصارف. الرشيد يوجه بزيادة سقف سلف الضباط من غير المواطنة رواتبهم إلى 15 مليون. وجهت إدارة مصرف الرشيد بزيادة سقف سلف الضباط من غير المواطنة رواتبهم إلى 15 مليون دينار عراقي. وذكر المصرف في بيان أن مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس وجه بزيادة سلف الضباط من غير المواطنة رواتبهم لدى المصرف إلى 15 مليون دينار عراقي. وأضاف البيان أنه جرى توجيه كافة الفروع باستقبال الطلبات وترويجها بضمانة كفيل مواطن على مصرف الرشيد يغطي 50% من صافي راتبه مبلغ القسط زائد الفائدة، وأكد على تقديم المقترض تعهد خطي بتوطين راتبه على مصرف الرشيد مستقبلا. الرافدين يعلن قرب إصدار بطاقة الكريدت كارد وخدمة OBDX المصرفية. أعلن مصرف الرافدين قرب إطلاقه بطاقة الكريدت كارد وخدمة OBDX المصرفية، وقام المصرف احتفالية بمناسبة الذكرى 82 لتأسيسه بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات في مقدمتهم النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي. وأعلن عن الإطلاق التجريبي لخدمة OBDX لزبائن المصرف على أن يتم تقديمها في المرحلة المقبلة لشريحة أوسع من الزبائن. كما أعلن عن قرب إطلاق بطاقة الكريدت كارد، البطاقة الائتمانية التي تحمل عدة امتيازات منها الإقراض بمبلغ معين وحسب الراتب التي ستمنح لجميع الراغبين من حاملي بطاقة المصرف. الحماية الاجتماعية صرف مبالغ التأمين لأسر المتوفين المستفيدين من الإعانة. أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن صرف مبالغ التأمين لأسر المتوفين المستفيدين من الإعانة. وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان أنه تم صرف مبالغ التأمين البالغة مليون دينار
دينار لكل أسرة المتوفين المستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية لعام 2019 بعد توجيه الوزير أحمد الأسدي، وأضاف أن مبالغ التأمين وزعت بين أكثر من 70 أسرة في محافظة صلاح الدين، وسيتم التوزيع على باقي المحافظات تباعا، والبالغ عددهم أكثر من 16,000 معاملة تعويضية لأسر المتوفين المضمونين في هيئة الحماية الاجتماعية لعام 2019. وأشار إلى أن الهيئة قامت أيضا بصرف الوجبة الثانية لدوائر بلد والدجيل عن مستحقات المستفيدين المتوفين من خدمات الرعاية وأسرهم عن عقد التأمين لعام 2020. السوداني يوجه بالاستمرار في شمول المهاجرين العائدين بتوزيع الأراضي. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني المحافظين بالاستمرار في شمول المهاجرين العائدين بتوزيع الأراضي. وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وجه المحافظين بالاستمرار في شمول المهجرين قسرا بسبب سياسات النظام السابق العائدين إلى أرض الوطن ضمن الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي السكنية، تشجيعا لهم على الاستمرار وضمان عودة الكفاءات إلى البلد. وأضاف أنه جاء ذلك بناء على ما عرضته وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فاق جابرو في جلسة مجلس الوزراء، وبعد مطالبتها المحافظين بشمول هذه الشريحة بتوزيع قطع الأراضي السكنية أسوة ببقية شرائح المجتمع المشمولة بالتوزيع خلال جولتها الأخيرة في المحافظات الجنوبية. وقدمت جابرو بحسب البيان شكرها إلى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وإلى الأمين العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهر الفتلاوي على سرعة الاستجابة لهذا الموضوع وإنصاف هذه الشريحة المهمة.